بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ انطلق صوتنا الثاني للقعدان مباشرة مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. نشوف ونتابع من اللي راح مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول شعار بالعوار المتقدم مع الصدارة مع المقدمة الأولى شاهين مبارك بالعوار الخيلي المتقدم مع الصدارة الأولى. بينما المركز الثاني نشوف من القادم شاهين محمد بن مطرب بن هواش الخيل المتقدم مع المركز الثاني ثالث المراكز وثالث التحديات هملول حمدان بن مطر الخيلي المتقدم مع المركز الثالث وسالم بن جمعة هو من يراقبه في عملية التثمين. سالم بن جمعة المنصور المتقدم مع المركز الثالث رابع المراكز ورابع التحديات. يا سلام القوس مبارك محمد نسويد المنصور المتقدم مع المركز الرابع خامس التحديات. نشوف من اللي واصل مع المركز الخامس شاهين منصور بن الصغير المنصوري يتقدم مع المركز الخامس. يا سلام سادس المراكز وسادس التحديات هملول سالم بن جمعة المنصوري يتقدم على مستوى المركز السادس. يا سلام المركز السابع نشوف شاهين سلطان بعيسى ابو فنوسه المنصوري يتقدم مع المركز السادس. هذه نتيجتنا للمراكز الستة الاولى. نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود الى المركز الاول نعود. يا سلام يا سلام يا هي تحديات يا هي انطلاقات تصول وتجول في ميدان الخزنة وميدان الخزنة يرحب بالجميع. يا سلام يا سلام المقدمة وين الصدارة وين مع المركز الأول شاهين مبارك بالعور الخيلي المتقدم مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام ثاني التحديات شاهين محمد مطرب بن هواش الخيال المتقدم مع المركز الثاني محاولات كثيرة من شاهين مع المركز الثاني. ثالث المراكز لا نراها بالعين المجردة بل ترصدها الكاميرا. يا سلام يا سلام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى شاهين نعود مع الصدارة الأولى وشعار بالعور. حتى هذه اللحظات ما بين هالشعارين ما بين هالانطلاقة ثنائية مميزة ثنائية جميلة. يا سلام يا سلام الكيلو الأخير الكيلو متر الخطير افتتحنا لائحة الكيلو. يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا الشوط لمن ناموس هذا الشوط. الشوط حاير ما بين هالشعارات ما بين هالانطلاقات الاثنين مع الصدارة المقدمة شاهين المقدمة هو المركز الأول مبارك بالعور الخيلي المتقدم. يا سلام ولكن نشوف المحاولات من شاهين مع المركز الثاني محمد بن مطر بن هواش الخيري المتقدم بمحاولاته بآثاره الجميلة والممتازة في هذا الصباح الجميل الجميل. لمن ناموس هذا الشوط لمن ناموس هذا الشوط ما بين هالشعارات ما بين هالانطلاقات مبارك بالعور. ولا محمد بن مطر بن هواش الخيري يا سلام الخمسمائة متر نهاية تفصلنا عن خط النهاية تفصلنا عن خط النهاية. روح اللي بيروح روح اللي بالناموس ما بين هالاثنين. الصدارة وين المقدمة وين. يا سلام يا سلام بالعور مع الصدارة محاولات مع المركز الثاني. يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا الشوط بالعور راح مع شاهين
مبارك بالعوار الخيلي يتقدم مع الصدارة هلولة، مع المقدمة هلولة، مع المركز الأول يا سلام يا سلام، المركز الثاني شاهين محمد مطيب بن هواش آل الخيلي يا سلام، محاولات كثيرة من مطيب بن هواش آل الخيلي يا سلام، ولكن لحظة وصوله وقدوم شاهين إلى خط نهاية. سلام يا الخزنة سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني نشوف شاهين محمد بن مطيب بن هواش آل الخيلي، المركز الثالث نشوف من القادم مع المركز الثالث يا سلام. المركز الثالث قدم هملول سالم من جمعة المنصور، المركز الرابع نشوف شاهين سالب براشد المنصوري يتقدم على المركز الرابع. توقيتنا الزمني 5 دقائق 9 ثواني. كان ناموس لجميع الفائزين.